معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المدافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ليس من السهل أن يتعذر الحرم من معتمره، وليس من السهل أن تبتعد الكعبة عن أيادي الطائفين، وليس من السهل أن نرى المسعى بين الصفا والمروة خاليا من المحرمين، وليس من السهل أن تعلق الجمعة والجماعات، وليس من السهل أن يغادر التلاميذ مقاعدهم، وليس من السهل أن تغلق حدودنا مع الخارج فلا نذهب إليهم ولا يأتون إلينا، وليس من السهل أن ترفع بصرك إلى السماء فتجده خاليا من أزيز الطائرات، ليس من السهل أن تغلق قاعات الأفراح والبهجة والأعراس، ليس من السهل أن تتعطل مصالح الناس، ليس من السهل أن نتكبد كل هذه الخسائر الاقتصادية، ليس من السهل أن تمنع الناس من الخروج. ولكن لماذا كل ذلك؟ لأنها روح الإنسان وحياة الإنسان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. علينا أن نتعلم من الصين والصينيين، وألا نشمت بأوروبا والمصابين. حقيقة مؤلم أن تحتاط الدولة كل هذه الاحتياطات، ثم يأتي من يفتح بيته للعزاء لينقل الوباء، ومن يجمع الناس في مكانه الواسع بلا وازع. ومؤلم جدا أن يأتي رجل يشعر بالأعراض ثم يختلط بالناس بدون أي إحساس. الجهات عملت ما عليها، وعلينا أن نتعامل بوعي وأن نحمل على يد الجهلاء والسفهاء. هذه حرب حقيقية، هذه ليست مزحة. معا سننتصر على الفيروس، وكلنا مسؤول. حياكم الله من جديد، هنا نحاور أصحاب الشأن والرأي لنضعكم في الصورة. الفساد في السعودية هو ملفنا الليلة. رئيس هيئة مكافحة الفساد، الرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس هو ضيفنا الليلة. طبعا كان اسمها في السابق هيئة مكافحة الفساد، اليوم تغير مسماها وأصبحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. باسمكم جميعا أرحب بمعالي الرئيس الأستاذ مازن الكهموس، حياك الله وإبراهيم. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي. شكرا لوجودك معنا في أول لقاء تلفزيوني، سعيدين أن تخصنا بهذا اللقاء. سعد الله يطول. قبل أن أدخل في محاوري وفي الحديث عن الفساد وهو ملف معقد وشائك، أستأذنك أن 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 نشاهد بروفايل عمله زميلي عبد الله السعد عن معاليك. بروفايل. العميد صاحب مسار الكشف، رجل البحث والتحقيق، مسير لما خلق له، يملك عدسات التدقيق في كل الشوارد، يملك انضباطية العسكري في الميدان، من يتقنون الدقة في الوقت وحضور الخطوة في مسارها. مدني التفتيش اليوم له أجنحة الثقة التي تجعله يحوم حول خصوم التنمية، ينقض بمخالب القوة المدعومة بجهاز أكبر والخصوم كثر، لا كبيرا يراعى ولا صغيرا ينسى، يملك كل مفاتيح أولي العصبة، وقوده قادة بلد وحاجة حاضر ومستقبل. أول تصريح له أقض به مضاجع كهوف الفساد، الإخلال يتحطم والنزاهة تغدو الشعار، يرمق النظر سريعا لكنه يستعيدها تواليا بالفعل، لا تقاعد مع الفساد يحمي ولا حاضرا يجعله ينتظر، لجانه دائمة الانعقاد وكشوفات مراجعة الحساب تستمر ولو بعقود العمر.
يجعل من شعار هيئته مسار عمل. عين ليست كأي عين، حمراء تربك أصحاب الشك وتزرع الثقة في محيط شعب. فضاؤه في هيئته يحطم المفسدين لا شعورهم، بل يمنح الأمل. الأرقام مئات والمفسدون على مقصلة الشفافية. في دائرة العدسة والصوت، الأستاذ مازن الكهموس. معالي الرئيس، ما هو الفساد الذي نتحدث عنه؟ يعني احنا نعطي تعريف مختصر للفساد، ما في تعريف يعني ثابت وواضح للفساد، انما هو ما اتفق عليه عند يعني غالبية الدول، انه هو تبديد المال العام، الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، واي موضوع يندرج تحت الامور هذه. يعني الفساد المالي والإداري الذي يحيط بالوظيفة العامة وبالمال العام. صحيح. من خلال عملكم يعني في السعودية تحديدا، أين يقع أكبر منبع للفساد؟ يعني بالغالب إحنا اللي نشوفه دائما، وين الوزارات اللي يكون فيها ميزانياتها عالية. يعني لما تكون مخصص الوزارات في ميزانيتها عالية، بالغالب أنه بيكون هناك ثغرات للفساد. طبعا إحنا ما نحدد وزارة بعينها، لكن هذه الشيء اللي إحنا لمسناه. يعني كل ما ارتفعت ميزانية الوزارة زادت المخاطر، لأنه بتزيد المشاريع. ونخوك إذا زادت المشاريع يكون في، يعني المشاريع الحكومية هي أكبر منبع للفساد. أكيد أكيد المشاريع الحكومية، بحكم أنها الدولة الله يحفظها جالس تصرف مبالغ عالية، وفي أشخاص حنا نقول شواذ من الموظفين الحكومة يستغلون الوضع هذا ويأخذون نسب بدون وجه حق، يعني اكتساب غير شرعي للأموال. طيب إيش الفرق معاليك بين الفساد وبين المخالفة الإدارية والمالية؟ طبعا الفساد زي ما قلت لك اللي يخش تكون فيه جرائم، يعني هذه تصنف جرائم جنائية. الفساد جريمة جنائية بالغالب. بالغالب جريمة جنائية. إنما المخالفات الإدارية هذه طبعا تكون الأحكام فيها أخف وأقل. يعني إذا نبغى نتكلم على ما فهمت، يعني هل المقصود أنه إذا فيها قصد جنائي بالضبط تصير هذه جريمة جنائية، تصير فساد جنائية وتصير فساد، تروح تبع نظام الإجراءات الجزائية. وإذا طيب مخالفة إدارية وين تروح؟ هذه طبعا تعالجها هيئة الرقابة والتحقيق اللي الحين انضمت لنا بنظام تأديب الموظفين. نظام تأديب الموظفين يعني إذا صارت مخالفة إدارية أو مالية تروح نظام تأديب الموظفين. صحيح. إذا ما كان فيها قصد جنائي، إذا فيها قصد جنائي طبعا عشان بعد نوضح أنه أحيانا تروح أنك مخالفة إدارية، لكن أثناء التحقيق مع الموظف يتضح أنه فيها شق جنائي وليس إداري، فبالتالي تحال لوحدة التحقيق الجنائي وتعالج كقضية جنائية. يعني أنت لما يجيكم البلاغ تحقق، فإذا صارت فيها شبهة جناية تروح تحقيق جنائي، تروح نظام الإجراءات الجزائية، تصير جريمة فساد. لما يجيني بلاغ أتحقق وليس أحقق. تتحقق غير إن هل الموضوع هذا صحيح وسليم أو لا. طيب في سؤال كثير يطرح ونحن نريد جواب حاسم في هذا الموضوع، عفى الله عما سلف، بمعنى آخر هل الفساد يسقط بالتقادم؟ المتقاعدون اليوم عندما يغادرون الوظيفة وقد خالفوا في السابق هل يلاحقون؟ طبعا إذا خالفوا في السابق راح يلاحقون، ولا يسقط الفساد بالتقادم. لا يسقط الفساد بالتقادم. ما يسقط الفساد بالتقادم. طيب فيه يعني على هذا وأنا أبحث عن في الحلقة وجدت مقال لخالد سليمان كتبه في جريدة عكاظ في 12 نوفمبر 2017 وتحدث عن القضايا القديمة. قال يعني ملف انهيار سوق الأسهم عام 2006، تهريب منتجات النفط عبر ميناء ينبع الشهيرة، مساهمة سوى الوهمية، مساهمة البندقية. أيضا الناس تتحدث عن قضايا شهيرة زي سيول جدة، هذا كلامي أنا مش كلام
خالد سليمان، هذه ستفتح هذه الملفات؟ هذه الملفات يعني أنا اللي بعضها أعرفها، بس ما هي كل اللي ذكرته تخش من ضمن الفساد، بعضها تخش توظيف أموال، يعني زي مواضيع سوا اللي أعرفها توظيف أموال، يعني ما اندخلت بمواضيع الفساد. موضوع السيول نظر في المحاكم وبت فيه، يعني ما فيها. هذا هو السؤال يعني اللي يريد أن أصل إليه، أنه وين اختصاص الهيئة في المتابعة؟ وين تصلون؟ تصلون الحكومة؟ تصلون الشركات؟ تصلون يعني وين عملكم بالضبط يوصل في مكافحة الفساد؟ إحنا طبعا الاختصاص الأصيل عندنا موظفين الدولة، هذا الاختصاص الأصيل. طيب، لكن يندرج من ضمن الاختصاصات إذا كانت الدولة عندها نسبة في 25% من الشركات المساهمة، زي نضرب مثل زي شركات الاتصالات، إذا كانت الشركات متعاقدة مع الدولة يصير بحكم الموظف العام. يعني إذا الشركة خاصة وعندها عقد مع الدولة تعامل على يعامل بحكم الموظف العام، لأنه الدولة ما أخذها مع عقد. هذا هو منطقة الاختصاص. إذن ثلاث مناطق: الحكومة، الشركات المملوكة بالحكومة بنسبة 25%، القطاع الخاص الذي متعاقد مع الدولة. طيب القطاع الخاص اللي ما تعاقد مع الدولة وفي فساد، نعالجه إذا كانت فيها رشاوي نعالجها. إذا صار فيه رشاوي، إذا كانت فيها رشاوي، هذه طبعا الأمر هذا وجالس يدرس، أنه على أساس أنه الرشوة في القطاع الخاص، الرشوة في القطاع الخاص جدا هامة، وخاصة على المستوى الدولي. يعني هذه فيها كلام واجد ما ودي أصدر رأسك فيه. طيب، المملكة في مؤشر الدولي للفساد تقدمت سبع مراكز عالمية في عام 2019 في التقرير الأخير، وصلنا إلى المركز 51 من أصل 180 دولة، وحتى على مركز بين الدول 20 حققت المركز العاشر. إيش الشيء اللي سويتوه وحقق لكم هذه النقلة؟ والله شوف، إذا إنه نتكلم يعني من واقع عملي، هو الشيء اللي صار في عملية الأمر الملكي اللي صدر في 15/4، حكاية دمج الأجهزة المختصة بالفساد اللي هي هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة مكافحة الفساد، المباحث الإدارية، هذه عطت قوة في معالجة القضايا، عطت إبراز دور المملكة إنه المملكة جادة في المعالجة، إنه ما هو الموضوع بس إنه نسولف ونقول نبي نعالج وبس. ما صار الدمج عن عبث يا عبد الله، الدمج صار يعني بعد أخذ وعطى طويل، وصار في عدة نقاشات، والدمج ترى مطروح من قبل ما أنا أجي، يعني لا ما هو جديد. هم قالوا إنه معلوماتي الخاصة ومصادري تقول إنه أنت كان لك دور محوري في موضوع الدمج، في قصة أنا أبغى أسمعها منك. طيب، يعني هو صراحة أنت تعرف أول ما تعينت رئيس لمكافحة الفساد صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه أنه شكل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، الأساس أنه ندرس المواضيع ونخرج بتصور يعني كيف نعالج مشكلة الفساد. طبعا فيها عقبات، العقبات أولا الهيئة ما عندها سلطة ضبط، المباحث الإدارية عندها سلطة ضبط، هيئة الرقابة والتحقيق في الغالب تعالج القضايا اللي تخص الشق الإداري. طيب، اجتمعنا وشكلنا لجان فرعية، اللجان بدأت تدرس المواضيع، بدينا نشوف أن المواضيع مشتركة ومتشابكة، يعني بعض المواضيع ممكن أخوي عبد الله ألقى عليك موضوع في المباحث الإدارية، وألقى عليك موضوع في هيئة الرقابة والتحقيق، وألقى عليك موضوع في هيئة الفساد. يعني ممكن نيابة تجيها كل ثلاث طلبات، يعني من المعقول نرفع عليك ثلاث قضايا. يعني هذا شيء ما هو منطقي. بالإضافة إلى أن لقيت أنه هيئة الفساد واصلة المعلومات غير اللي وصلت لها هيئة الرقابة، غير وصلتها التحريات الإدارية، ففي تشتت في الجهود وازدواجية أيضا. وازدواجية
فأنا ما أخفيك يوم شفت الوضع كذا عرضت عن الموضوع، يعني قلت اللجنة هذه ما راح تهدد يعني تحقق الهدف اللي شكلت من أجله. إيش سويت طيب؟ طلبت الدمج، يعني باختصار قلت إنه المواضيع هذه لازم لازم تدمج ويعين عليها رئيس واحد على أساس يعرف يسيطر على المواضيع كاملة. في هنا يعني أنت الآن تقول إنه هيئة مكافحة الفساد في السابق لم تكن قوية ولم تكن أدواتها قوية، صحيح، وبالتالي كنا متأخرين، مجرد إنه إحنا عدلنا وصارت هيئة مكافحة الفساد قوية تقدمنا مباشرة، هذا وحنا نتونا، يعني معناته لو حققت نتائج أكبر ممكن يكون التقدم أكبر. طبعا هو هذا الكلام النظري، إنما الواقع هذا يعني كلام ممتاز وجيد، لكن إن الواقع برضو إذا جينا نتكلم على المنظمات الدولية اللي تقيمنا في مواضيع الفساد، المنظمات الدولية اللي تقيمنا ما هو بكل الأحوال إنها عارفة الشغل اللي صاير موجود هنا، يعني أحيانا تستسقي بعض المعلومات الخاطئة بدون ما يعني تتأكد من صحتها، وللأسف هذا شيء واقع وهذا شيء ملموس وشايفينه. إحنا وش اللي سوينا؟ إحنا الحين أنا بالنسبة لي من يوم ما جيت أتكلم دعمت عندي إدارة التعاون الدولي، دعمتها أبجيلك على موضوع التعاون الدولي، لكن طيب الحين إيه؟ المنظمات الدولية وش اللي سوينا معها؟ صرنا نتباحث معها مباشرة، وفي يعني تقريبا من شهرين في منظمتين من اللي كانوا أو ثلاثة اللي يقيمونا تواصلت معهم مباشرة واجتمعنا معهم في الرياض ووضحنا لهم وقلنا لهم يا أخي أنتم لا تقيمونا يعني تقييم عشوائي، تعالوا تواصلوا معنا وإحنا ندلكم على ونعطيكم بكل شفافية الشيء اللي تبغونه وتشوفون على عملنا على أرض الواقع. ما يصير الواحد يجلس يقيم نظري يستقيم من بعيد. بالضبط. طيب أنا استأذنك أنه يعني إحنا رصدنا مجموعة من الأخبار، أنا أريد أن يعني نستعرضها معك وتفتح لنا مجموعة من المحاور بعد إذنك. رصد. الملك سلمان، المرحلة المقبلة ستكون الأصعب في مواجهة كورونا. أمر ملكي، ضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد. السعودية، استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد. إيقاف 298 متهماً بفساد ورشوة واستغلال نفوذ، أقروا ب 379 مليون ريال. السعودية تدعو لقمة استثنائية افتراضية لقادة العشرين حول كورونا. نزاهة تواجه تعارض المصالح في جميع مؤسسات الدولة. عقوبات تأديب وكف يد 1841 موظفاً بتهمة الفساد. الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تحدث توجه كلمة للمواطنين والمقيمين، وتحدث أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب في مواجهة كورونا، والبارحة كان هناك حظر جزئي للتجول. ما هي رسالتك في هذا المقام؟ والله احنا رسالتنا يا طويل العمر إنه الكل يتقيد بما أصدره خادم الحرمين الشريفين، بما تعمله الشيء اللي جالس ينعمل من الدولة الله يحفظها في عملية الاحترازية لعدم الانتشار فيروس كورونا، لأنه صراحة كان فيه احنا شفنا تجمعات وشفنا يعني والانتشار كان هائل، فاحنا برضو ناخذ من الدولة اللي اول ما جاها الامر وش اللي سوته، يعني سوت اجراءات كانت صارمة، والمفروض انه الشيء هذا برضو يصير عندنا يعني. وبالعكس
احنا نأيدها، احنا نأيد الـ 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 ونشد على عضد العاملين بالقطاع الصحي من صغيرهم إلى كبيرهم، نشد على عضد رجال الأمن اللي جالسين يقومون بواجبهم. فهذه مجموعة عمل يعني، وغيرها من الوزارات، مجموعة عمل متجانسة، عملية اللي جالسة تصير ما هي عملية عشوائية يا أخوي عبد الله، عملية جالسة تصير مدروسة كيف أنك تدير الأزمة اللي موجودة. ترى إدارة الأزمات ما هي بهالسهولة أنها تدار. كيف شفت أنت وأنت جاي للاستوديو، كيف شفت الالتزام الناس في الشارع؟ والله شفتها فاضي ووقفوني دوريتين. عطيت بالتصريح موجود. في من قبلكم هل تم أي إجراء بخصوص كورونا داخلي، سواء على الموقوفين على ذمم التحقيق أو في أي إجراء معين؟ والله إحنا بالفعل اتخذنا بعض الإجراءات الاحترازية، يعني في القضايا اللي نقول ما هي بهامة، يعني رئيس وحدة التحقيق الجنائي ارتأى أنه يطلق نسبة ليس بالقليلة أنه بالكفالات الحضورية الضامنة، أنه على أساس برضو نحتوي أنه إحنا جالسين نحاول بقدر المستطاع نمشي مع المنظومة اللي موجودة، إحنا ما إحنا خارجين عنها. فأطلقنا في الفترة الماضية في القضايا البسيطة كثير من الأشخاص اللي ما يتطلب يعني الموضوع ما هو يكون ذات أهمية إيقافهم، يعني ما نتكلم على القضايا الكبيرة. فرئيس وحدة التحقيق ارتأى هذا، وبالعكس أنا أشوفه أنه إجراء جدا مناسب على أساس أنه ما يعني نحاول شوي. طبعا الأمر الملكي بضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية لهيئة مكافحة الفساد، تطرقنا إلى جزء من الحديث قبل قليل في هذا البحث. احنا حكينا عن انه المباحث الاداريه صارت، التحريات الاداريه عندكم موجوده، هيئه الرقابه والتحقيق موجوده عندكم، لكن ما حكينا عن دوائر الادعاء والنيابه في الفساد، صارت ايضا عندكم ولا لا، ولا صار في تنسيق؟ لا صارت طبعا، هي موجوده عندنا وتحت اشراف المباشر، لكن عندها تتمتع بالاستقلاليه بحيث انه هي يعني المحققين والمدعين العامين مستقلين، مستقلين لكن تحت إشرافي المباشر في الوقت الحالي. يعني هم لهم حق الإيقاف أو الإطلاق أو هذا، ما حد يتدخل بعملهم لا من قريب ولا من بعيد. أيضا صار في تعديل على موضوع المحاكم، المحاكم أول كلها تنظر، اليوم صحيح. صار في تعديل، صارت المحاكم في محاكم مختصة في مدينة الرياض هي المختصة بقضايا الفساد. يعني الفساد الحين يعني ما ينظر في أي محكمة غير برا الرياض بالوقت الحالي، في قضايا البسيطة ممكن تنظر في المحاكم في المناطق، لكن في المستقبل بتكون بالرياض. يعني الحين احنا شغالين على القضايا الهامة والكبيرة انه تنظر بالرياض، في المستقبل جميع القضايا تكون مركزية في المحاكم المختصة بالرياض. الحين خط سير البلاغة، لما يجيكم البلاغ اول شيء يتصل او يبلغ بعدين وين يروح؟ بس بفهم انا العملية، يروح للإدارة المختصة. يعني مثلا نودي التحريات الإدارية او هيئة الرقابة والتحقيق او هيئة مكافحة او مكافحة الفساد، إدارة مكافحة على الفساد. حسب البلاغ، نوع البلاغ، على حسب نوع البلاغ. وبعدها؟ بعدها طبعا على حسب أهمية البلاغ. إحنا أول الإجراءات ما أخفيك فيها إجراءات طويلة شوي نسبيا، شفتها خففنا منها كثير، صرنا إدارة البلاغات على طول تتخذ الإجراء، تقيم البلاغ، فيها مختصين يعملون على مدار الساعة، ولما نقول على مدار الساعة فأنا أهل الكلام، يدرسها يحللها على طول يحيلها للجهة المختصة سواء بالفروع أو بالمناطق والإدارات أو المحافظات. طيب في وجهة نظر أنا ودي أسمعها أنا وياك ونعلق عليها بين أذن تلي. وجهة نظر، بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق وكذلك المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا ليصبح اسمها بما بعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هذا الضم أعطى صلاحيات أقوى ومهام ومسؤوليات أكبر للهيئة من خلال صلاحية التحقيق وكذلك الادعاء والضبطية القضائية. وكما رأينا في الأيام القليلة الماضية خبر قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيق مع أكثر من 290 موظف في جرائم متنوعة منها الرشوة وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي، وهذا أثر واضح جداً
يبين مدى تأثير قرار ضم الأجهزة الرقابية إلى الهيئة. لكن هناك تحديات تواجه الهيئة، ألخصها كالتالي: أولاً، اعتماد منهجية واضحة لمعايير الشفافية، وكذلك تبني استراتيجية إعلامية واضحة بخصوص أن كل قضية فساد وراها أسباب متعددة، منها ضعف البيئة الرقابية وكذلك الإجراءات الرقابية أو الأنشطة الرقابية وضعف الحوكمة أو سوء الإدارة وما إلى ذلك. ثانياً، هناك حاجة إلى إعادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يتناسب مع هذا الضم وإعادة الهيكلة، لأنه كما هو معلوم هناك تخصصات أو صلاحيات كما ذكرنا آنفاً، أن هناك إجراءات التحقيق وكذلك التحري، لابد من يكون هناك تنسيق تام من خلال إعادة هيكلة الهيئة بما يتناسب مع هذه الصلاحيات، بالإضافة إلى وجود دعم كامل للدراسات والبحوث في هذا المجال، خاصة في عملية رصد وقياس حجم الفساد في المملكة وتحديد أسبابه، بالإضافة إلى اكتمال أركان مكافحة الفساد والتي تتمثل في وجود محاكم متخصصة في جرائم الأموال العامة، وكذلك أيضا بالنسبة لعملية إقرار الذمة المالية وغيرها. شكرا لكم جميعا. طبعا هذا الكاتب سطام المقرن هذا من الناس اللي يعني كثيرا ما يكتب في قضايا الفساد، هو تغيرت النغمة عنده الآن مؤخرا، مبسوط على موضوع الضم وعلى حس أنه الهيئة صارت أقوى، لكن هو يتكلم على أنه محتاجين تنسيق، محتاجين متخصصين أكثر، محتاجين تعديلات معينة حتى تكتمل الصورة. تعليق. هو بالفعل الحين إحنا شغالين على عملية الدمج، عملية بس يبغى لها فترة، وشغالين على وضع نظام أو تنظيم ينظم العملية كاملة. دمجنا بعض الفروع اللي في الفساد والرقابة، انضموا مع بعض في كثير من المناطق حاليا. بالنسبة للتحريات الإدارية صار فيها وحدة تحقيق في كثير من المناطق وبدوا يشتغلون فيها، فبالتالي احنا شغالين على عملية الدمج يعني، وشايفينها انه بالعكس يعني شايفين متسارعين فيها يعني جدا مناسبة بالنسبة لنا. لا يمكن الحديث عن الفساد دون المرور أو استحضار قضية ملف الرتس الشهير، هذا حتى ولو على مستوى المحلي ولا العربي على مستوى العالم، حملة استثنائية على كبار الفاسدين أرجعت للخزينة 400 مليار ريال. هل لكم عمل على ذيول هذه القضية، ولا القضية مغلقة، ولا وش وضعها؟ والله تعرف أنت موضوع الرتس تشكل بأمر وانتهى بأمر، فبالتالي كان في شفافية بالإعلان، فما نقدر إحنا نقول أكثر مما صرح فيه. يعني انتهى الموضوع هذا، ما في شيء، أنت ما تتابع شيء في مواضيع الرتس؟ المواضيع الرتس إذا احتجنا فيها متابعة راح نتابعها، لكن الموضوع أعلن وكان واضح للكل. طيب إيش الدور اللي موجود؟ إيش يعني الأمير محمد كان يعني يعني لما تكلم في إنه لن ينجو أحد من الفساد، الناس ما استوعبوا هذا التصريح إلا بعد قضية الرتس. ما هي الرسالة أو ماذا قال لك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عندما توليت ملف الفساد؟ يعني شوف، سمو سيدي الأمير محمد متابع عن قرب موضوع الفساد، يعني ما في شيء يعني إلى درجة أحيان تجي مقاطع فيديو يعني خلل بشارع ما نكلف فيها، الرجل يبي يعدل، يبي يغير في منظومة معالجة قضايا الفساد. اشتغل على الرتس، الحين نبغى نشتغل على الموظفين الصغار الموظفين والمتوسطين. صغار الموظفين والمتوسطين، صحيح، هذا هو هذا الهدف. هذا لكن الهدف. ما يمنع إذا جاء موظف كبير وصارت عنده إشكالية معينة أنه ما يحاسب، ما في أحد راح ما يحاسب. اللي بيغلط ويكون غلطه عن قصد وعمد راح يحاسب، هذه ما فيها مجال. على هذا الطاري في 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 فيديو انتشر، أنا ودي أشوفه أنا وياك ونعلق عليه. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. والله لازم يحكمكم محمد بن سلمان، والله حتى السيف اللي بعالم واللي بيسرق واللي بيدعم كله.
أنا بتمنى بس يكون عنا زعيم بلبنان ما حدا ياخدها بطريقة هيدا. بتمنى يكون عنا محمد بن سلمان يحط بمطرح، حطوا هالمصاري اللي جبتوهن وخلصونا والله معكم. نتمنى في لبنان أن يكون عندنا قائد فز عربي كأمثال سمو ولي العهد محمد بن سلمان. بعد شوي في مطالب، لازم يطلع إنسان شريف بهالبلد يعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان بالسعودية. يعني احنا شفنا في المظاهرات اللي في تحديدا في لبنان وفي العراق، هي مظاهرات طلعت من اجل محاربه الفساد، فكانت الاحتذاء ب صار يعني رمز لمحاربه الفساد الامير محمد بن سلمان. انا لن اتحدث عن هذا الرمز اللي تحدثوا فيه في الفيديو الناس اللي خارج الحدود، انا اريد ان اتحدث عن المنظمه، عن هيئه الرقابه ومكافحه الفساد في السعوديه. هل ستصل لان تكون منظمة نموذجية يطلب في العالم العربي أن تستنسخ تجربتها؟ والله إحنا هذا اللي نسعى له، وهذا هدف من أهدافنا، إنه نكون إحنا أصحاب الريادة في الوطن العربي في والقيادة في عملية مكافحة الفساد. إحنا أخوي عبد الله اجتمعنا من فترة بسيطة تقريبا شهرين في الرباط على موضوع وزراء مكافحة الفساد، وطلبنا الاجتماع وجت الموافقة عليه أنه بيصير عندنا إن شاء الله بعد سنتين، وراح نطرح كثير من المواضيع اللي تخصنا في موضوع معالجة الفساد، منها عملية استرداد الموجودات يعني نقول في المنظمة في الجامعة الدول العربية، وإن شاء الله أنه راح نحصل على الموافقات اللازمة. طيب الآن بدخل أنا في 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 لب الحلقة. أنتوا أعلنتوا بيان ما هو يعني معتاد في تاريخ الهيئة، كان بيان قوي وصريح، تحقيق الإداري مع 219 موظف، التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674، إيقاف 298 شخص وفق نظام الإجراءات الجزائية في جرائم رشوة، اختلاس، تبديد مال عام، استغلال نفوذ وظيفي، سوء استعمال إداري. المبالغ اللي أقروا فيها 379 مليون. أنا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القضايا، أريد أن أسمع منك بتفاصيل هذه القضايا. قضية اللي لفتت نظر الناس، في أكثر من قضية لكن من أهم القضايا اللي لفتت نظر الناس قضايا منسوبي وزارة الدفاع اللي استغلوا نفوذهم الوظيفي شان عقود وظيفية حكومية بالوزارة من عام 1426 إلى 1436، تورطهم بجرائم رشوة غسيل أموال، بينهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء وضباط متقاعدين. أعطني التفاصيل في هذه القضية. طبعا هذه القضية كانت عبارة عن بلاغ وردنا، بدينا بإجراء أنه كان فيه تاجر المفروض أنه يورد يعني نقول عقود، يعني نقول مثلا مويه لوزارة الدفاع عشان ما احدد وش اللي كان يورده بالضبط. طبعا هي لا هي اسلحة ولا يحزنون، هي عبارة عن مواد يعني نقدر نقول لوجستية لل انه البلاغ كان يقول انه الشخص هذا ما جس يورد. شلون عقود وهمية يعني ولا بالضبط؟ انه هذا جالس ياخذ العقود وتصرف له وانه ما تورد له. طبعا انت لما يجيك البلاغ زي كذا وش تبي تقول؟ تبي تتاكد منه هل فعلا هذا الكلام صحيح او لا، او كيدي او لا. فبدينا نشتغل عليه احنا اول ما يعني حصرنا العقود. انت يعني اذا وش اللي يخطر على بالك اول ما تبي تشوف يعني الرجال يا انه مورد من الداخل ولا مورد من الخارج؟ رجعنا للجمارك ما لقينا مورد شيء على حسب العقد الموجود. رجعنا هنا ما في شيء يعني تقول انه فعلا الرجل ورد. فالحين صار عندنا يقين انه الموضوع صحيح وسليم، استصدرنا امر من النيابة لانه كانت القضية سابقة وتمت الين الحين ترى على اساس انه رفعنا فيها. بدينا استصدرنا امر من النيابة انه بالقبض عليه، واستصدرنا امر من النيابة انه بتفتيش مكتبه، ويوم بدينا نفتش في المكتب لقينا اشياء لا تخطر على البال. يعني هذه كانت من الخيط مقدمة القصة بالضبط. يعني لقينا حوالات مالية للضباط، لقينا حوالات مالية لسعى
سماسرة للضباط، طبعا الضباط متقاعدين غالبيتهم، يعني ما فيهم إلا واحد على رأس العمل. لو قطعت بس كلامك، قبل الهيئة مكافحة الفساد ما تقدر تدخل على حسابات البنكية للناس، تقدرون الحين تدخلون؟ الحين ما هو حنا اللي ندخل، حنا في تنسيق مع مؤسسة النقد. احنا تعرف الأمور المالية لها، لا بعد وجود التحريات الإدارية، يعني حتى لو في وجود تحريات إدارية احنا دورنا تنسيق مع مؤسسة النقد في قناة مفتوحة، مؤسسة النقد تزودنا بالشيء اللي نبيه. طيب هذا بحكم الترتيبات الأخيرة اللي صارت، فبدت تنفتح عندنا أمور كبيرة يعني ما كانت يعني صراحة موجودة على بالنا. حوالات الضباط، حوالات في حوالات الأشخاص إنه يشترون عقارات الضباط بأسمائهم، حوالات الأشخاص بعض المسؤولين، صارت عملية التحقيقات توسعت، صارت في اعترافات، صارت في إدانات، وحيلة الحين للمحكمة. كم المبالغ اللي الإجمالية لهالقضية؟ والله هذه الحالة يمكن فيها حول 300 مليون. يعني هون السؤال أنه وزارة سيادية، أنت تتكلم عن وزارة الدفاع، الوزارات السيادية ما عندها أي نوع من أنواع يعني الحصانة تحت مسمى السيادة، تحت مسمى الحساسية؟ لا طبعا، لأنه الحين هو من هو وزير الدفاع؟ وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وزير الدفاع هو مؤيدنا بجميع الإجراءات اللي جالسين نتخذها، وإحنا إن شاء الله إحنا ما افترينا على أحد يا عبد الله، لازم إحنا نعرف الشيء هذا، وإحنا لن نجيب واحد ونقول له تعال واعترف، هذا كلام فاضي. إحنا نجيب على الأدلة والبراهين والمستندات والحوالات المالية والتحقيق الموازي، يعني إحنا عندنا شغل كبير قبل ما نجيب الشخص. أنا أقصد إنه الوزارات السيادية الوزارات الحساسة، ما في أحد مستثنى، ما في أحد مستثنى، ما في أحد، وهذا التوجيه واضح من يعني من خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد، ويمكن حتى طلع بالإعلام. لا يوجد استثناء، ما في استثناء، ما في استثناء لأي شخص كان. يعني أنا حتى بعد ما طلع الإعلان قريت بعض المقاطع إنه يعني سمو ولي عهد يصفح حسابات، ومن هالكلام الفاضي. ولي عهد إذا يبغى يصفح حسابات مع ضابط يقول له توكل على الله تقاعد، يعني كلام فاضي، ما يعني كلام ما يدخل المخ، يعني لا يعني ما يخطر على بال انه وصلنا لدرجة التفاهة انه والله ولي العهد يصفي معه. طيب ولي العهد يعني اكبر من هالكلام اللي جالس يعني ينشر ما بين الحين والاخر، انه والله نزاهة او مكافحة الفساد اعلنت عن مجموعة الضباط. طب مجموعة الضباط فاسدين، هل انه نخليهم على اساس والله نقول انه والله ان ما سوي؟ الا بالعكس، شد على أزرنا وأيد كل الإجراءات اللي نتخذها. وفساد مجموعة لا يعني فساد طبعا، هذه حالات إحنا لازم نفهم ونميز إنه هذه حالات شاذة. كم منسوبين وزارة الدفاع وكم اللي هي يعني الفكرة الأساسية هي الفكرة الأساسية يعني إنه هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد الدخول لأي مكان والتحقيق في أي قضية فساد؟ هذه هو السؤال، لأنه لفت نظرنا الدخول فيها. هذا ما فيها شك، والتوجيهات واضحة. طيب وما هو بأنا يعني توجيهات طالع بالإعلام، أنت موجود قدامي الحين، أنا بأخذ العلم من رأسه على قولتهم. طيب أيضا من الأشياء اللي لفتت نظرنا في هذا البيان موضوع أنه في قضاة. أنا ودي تحدثني عن قصة من قصص القاضيين الموجودة، اللي هو استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة لأحد أعضاء سلك القضاء بالحصول على مبالغ مالية، اللي هو اللي قبضناه في الجرم المشهود تقصد؟ نعم. طبعا هذا برضو بلاغ. احنا وش القصة؟ على اساس اقول لك احنا دائما نعطي اهمية للبلاغات. في بعض الناس يزعلون منا يقولون احنا نبلغ ولا يصير في شيء، احيانا يبلغ يكون الموضوع البلاغ خارج الاختصاص، فبالتالي احنا نحيله للجهة المختصة، يعني ما نعالجه. احيانا يكون البلاغ ما هو كل بلاغ، والله إذا أنت يا عبد الله جيت بلغتني على فلان آدمي أبروح أقول خذوه فغلوه وجيبوه وسووه لو فعلوه لو سووه، هذا كلام ما يصلح. إحنا لازم نتأكد ونتحرى ونشوف. طيب احكي لي عن قصة القاضي هذا تحديدا. القاضي هذا يا طويل العمر جاء كلمنا وبلغنا شخص متضرر منه،
وجاء وقال إنه طلب مني رشوة 300,000 ريال على أساس يبت لي في الموضوع. طبعا القاضي ما يشتغل لحاله، كان عنده وسيط. ما قال عن طريق وسيط؟ عن طريق وسيط. جينا وقلنا ما يخالف، كم يبي منك؟ قال أبي 60,000 ريال. عطيناه 60,000 ريال وسلمناه الوسيط وقبضنا على الوسيط. فلوس مرقمة. الحين الوسيط عنده إحدى أمرين، يا إما يأكلها ولا يوصلنا بالقاضي، لأن الموضوع ما هو لعب عيال، لأنه إحنا ما جبناه كذا، سجلنا عليه ووثقنا وتحرينا وتأكدنا، يوم شفنا كل وشفنا التواصل بينه وبين القاضي، يوم إنه شفنا قبضنا عليه وقلنا له قبضت على الوسيط طبعا إيه، وقام وصلنا بالقاضي وسلموا 60,000 ريال وقبضنا على القاضي، وترى كل إجراءاتنا هذه موثقة بالصوت والصورة، يعني ما هو بلعب. عملية القبض والتوثيق وعملية الفلوس إنه كانت بحوزته. فالموضوع ترى فيه احترافية شوي، يعني لا تستهينون فينا. الله يقويكم. الناس كلها على فكرة، يعني كل الرسائل اللي جت كان فيها شيئين، شيء واحد بقوله لك الحين واحد فيه بعد شوي. الشيء الأول إنه كل الناس معك، كل الناس ضد الفساد، وهذه ميزة. الثانية بأجله بعد شوي الرسالة الثانية. طيب، هل كل البلاغات اللي حبيت تحكي عن البلاغات، كل البلاغات تجيكم من سعوديين فقط ولا ممكن تجيك أيضا بلاغات من مقيمين؟ لا، تجي من مقيمين، بالعكس في بلاغات ونسبتها ما هي بسيطة من المقيمين. في قصص صارت على موضوع هذه البلاغات؟ إيه، في قصة صارت على موضوع صار بالإسكان، إنه كان موظف شغال في شركة تنفذ مشاريع للإسكان، كان في الموضوع هذا بيننا بالتعاون بين وزارة الإسكان برضه، وصارت مشكلة ما بينه وبين، يبدو لي عشان ما أقول لك التفاصيل يمكن ناسيها شوي، إنه كان متستر عليه وبعدين طلع برا المملكة الأجنبي وبلغ. يعني أجنبي بلغ من خارج البلد. ترى إحنا نستقبل البلاغات من كل محل، بس أعطونا بلاغ، بس يكون البلاغ سنة. ففعلا بلغ، وبدينا نتحرى وبدينا نتأكد، لقينا إنه في فيلا من شرية من الشراء الشركة وأحد موظفين الإسكان عشان يرس عليه مشاريع، شارين له بيت، شارين له بيت وهو يشتغل بالإسكان. يعني علشان شروا لي بيت وبضبطكم في العقد هذا. بالضبط. وشروا له البيت. وشروا له البيت. وفي بعد كان لقينا عنده مبالغ كاش برضو، لقينا فيه وصولات وحوالات، وصارت بعدين توسعت الموضوع إلى موظف ثاني، والحين حيلت المحكمة. من ضمن أيضا القصص اللي يحكون يعني اللي يتحدثون فيها الناس وفيها كلام كثير، قضية في 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 منشأة عسكرية، إنه في واحد موظف أعداد كبيرة، وإنه هذه القضية موجودة عندكم. صحيح. وش القضية دي؟ وهذه طبعا هذه قضية سابقة ما هي بجديدة، ويبدو لي إنه صدر فيها حكم، ماني متأكد منها، صدر فيها حكم وانتهت. طبعا هذه قضية طبعا برضو كان بلاغ، انه اخو المسؤول سمسار تبي تتوظف، اعطيني 5,000 ريال ودخلك بالقطاع العسكري هذا. تأكدنا وتحرينا وسجلنا وقبضنا. فبعدين توسع الموضوع، يعني شوف أحيانا هي قضية إذا كان عندك ناس تعرف تشتغل بتطلع نتائج، إذا كان عندك ناس ما تعرف تشتغل والله لو تمسكها من هنا إلين بعد 50 سنة ما راح تطلع نتائج. يعني أنت تراهن على الاحترافية في التعاطي مع الملفات. طبعا. طيب كملي القصة دي، يعني كان يأخذ خمسة أو 10,000 على كل ووظف فيها القطاع العسكري. أوظف كل القطاع العسكري. طبعا تأكدنا يوم تحرينا وقبضنا، وطبعا كان يدخل، أذكر يدخل الفلوس بحساب أخته هو. هذا السمسار أخو المسؤول، وأخته مسكينة ضعيفة ما تدري. بعدين قال أنا اللي أخذ، وأنا فعلا وظفت فلان وفلان وفلان وفلان. بس العدد قالوا كبير. كيف وظفتهم؟ قال والله وظفتهم
كنت أروح أتوسط عند أخوي. أخوك يدري عن المبالغ؟ قال لا والله ما يدري. وفعلا أخوه ما كان يدري لأن يوم رجعنا الحسابات فورط أخوه. طبعا يوم بدينا نتوسع لقينا العدد كبير. قالوا العدد كبير، كم العدد يصل؟ والله يمكن كان يوصل إلى يمكن 2000-2500 شخص. في قطاع عسكري. طبعا شوف أنا اللي ما أدري أنت بتحكين على الشفافية كان حكيتك. يعني المفروض أنه أنا ما أتكلم على القطاعات العسكرية، أتكلم على قطاع التوظيف بصفة عامة. ترى مسوية يعني هاجس للمواطنين أني أنا أقدم على الوظيفة هذه ما تطلع، أقدم على الوظيفة هذه غيري يتوظف وهذا ما يتوظف وغيري. فلما يكون في إعلام بالنتائج وبالنسب وبالشهادات ترى يكون في العملية شفافة أكثر. يعني أنت تدعو الناس إلى أنه التقديم على الوظائف وعلى أن يكون فيها شفافية. أنا أدعو الوزارات صراحة أنه يكون فيها شفافية. أنه فلان يعني كان نسبته مثلا بالثانوي أو بالجامعة تقديره كذا وتقدم على الوظيفة كذا وجاب درجته المعينة كذا، فبالتالي يكون العملية واضحة وشفافة للكل، بحيث أنك أنت لو يا عبد الله قدمت على نفس الوظيفة وكان في يعني تشوف نفسك أنه أفضل منه تقدر تروح تقدم شكوى على المسؤول وتقول هذا شلون يتوظف قبلي. طيب في قضايا تزوير ترتبط بالرشوة؟ إيه. تعطيني أمثلة على هالقصص؟ يعني إحنا طبعا تزوير البحث ما نعالجه، هذا من اختصاص الشرط. إذا تزوير بدون إذا تزوير فلوس. بحث لا، أنا أتكلم عن تزوير مقترن برشاوي أو طبعًا بفساد. تزوير مقترن برشاوي أو بفساد، في والله عندنا قضية كانت طبعا محكمة التنفيذ كان مبلغها يمكن 65 مليون، أنه صرف مبلغ 65 مليون من محكمة التنفيذ عن طريق التزوير وعن طريق بعض موظفين المحكمة. يعني وصرف وراح صرف. وصرف واستفاد منه طبعا المبلغ أو اللي كان ما نقول اللي متعاونين معانا كان رئيس محكمة التنفيذ. ترى المسؤولين فيهم خير لما يعرفون انه في إشكالية، يعني هو اللي بادر فيها ورحنا تأكدنا وجبنا موظف البنك اللي صرف له وجبنا اللي مسؤول اللي صرف له وجبنا اللي معاه وشفنا وين الأموال راحت ولقينا مشره واحد سيارة ولقينا مشره واحد لكسز ولقينا مشره بـ 65 مليون ومسكناهم وجبنا اللي استفاد منهم وديناهم. الحين أعتقد أنها راحت للمحكمة بعد. لكنها كانت فساد مبني على تزوير ورشاوة من محكمة التنفيذ على تزوير، والذي اكتشفها رئيس محكمة التنفيذ هو اللي اكتشفها صراحة وهو اللي تعاون معنا فيها، كانوا تعاونوا جدا رائع. يعني الان المبلغين في ناس من الخارج مواطنين عاديين وفي ناس لا مسؤولين اساسا موجودين طبعًا فيه طبعًا. طيب كثير من الحديث على موضوع الرشاوة تحديدا موضوع الفساد صراحة في البلديات وفي الامانات. صحيح. حدثني عن هذا الملف. يعني موضوع البلديات والامانات يمكن في مشاكل واجهة المواطن، يعني بنسبة كبيرة يعني يحس أنا وأنت نحس أحيانا في الضرر، يعني لما تمشي بشارع وتلقاه متكسر داخل الحواري أو تلقاه زي لعبة السلم والثعبان كل شوي محفر لك شيء ومرقع لك شيء، فهذه مشكلة صراحة. لا حتى لما زرنا قسم البلاغات عندكم كانت من أعلى البلاغات في البلديات والأمانات. صحيح. ففي مشكلة ضخمة، لأنه المشكلة اللي احنا شايفينها صراحة في إشكالية في التنفيذ. يعني احنا نرصد ترى، وهذا يعني عندنا نزاهة، ترصد المخاطر، ترصد الشيء اللي نتوقعه انه يكون في إشكالية في أي وزارة، واحنا ما نتكلم عن البلديات بالذات. فإشكالية البلديات فيها ميزانية أولا عالية، يعني خلنا نتكلم بكل صراحة، مشاريع كبيرة تخدم كل شرائح المجتمع بدون استثناء، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة وهذا حق المواطن. طب أنت الحين لما تجي تنفذ المشاريع وش اللي صاير اللي احنا جالسين نشوف اللعب وين في بالضبط؟ وين المشاكل؟ المشاكل في اللعب في الكميات وجداول الكميات، المشاكل
في المشرف أو المستشار، المشرف اللي يكون يعني، ولا أنا أحدد أنه موظف بلدية بعينه. إحنا نقول موظفين بلديات فيهم خير والنسبة الكبرى فيهم خير، لكن في حالات شاذة صراحة أحيانا يجيك، أحيانا عطليها بين قوسين، أنه يجيك مراقب المشروع مع المكتب الاستشاري الهندسي مع المقاول، يعني أنت مثلا تعطي، وأنا أقول بعدين في يعني في مخاطر يعني في العملية، إحنا لازم نشوف ندرس المخاطر في شلون، يعني هل من المعقول عبد الله أني أعطي مشروع بمليار ريال وحط عليه مشرف من البلدية راتبه 10,000 ريال، واجيب المكتب الاستشاري يحط لي موظف جايبه من جنسية عربية بخمسة ولا ب7,000 ريال، ونقولهم بالله نفذوا بطريقة سليمة ولا تأخذوا من المقاولة ريال؟ ما تصير، ما تصير. فإحنا لازم نشوف شلون نعالج الإشكالية هذه. في مشكلة في الإجراء؟ طبعا في مشكلة في الإجراء، في مشكلة في الإجراء، فبالتالي بعدين يصير في مشكلة بالتنفيذ. لما يلعبوا لي في الكميات يقولون مثلا بجيب الكمية هذه ولا أجيب الكمية هذه، وهذا ما هو بداري، وهذا ساكت، وهذا يأخذ، وهذا يفعل، وبالأخير يجيك الخلل، ما يجيك المشروع، يجلسه سنة زمان إلا خربان. طيب وين المحاسبة؟ طيب هنا دورنا لازم يجي الحين. قبل دورك يعني الآن، وين النظام اللي المفروض يتغير علشان هذه القصة ما تتكرر؟ أنا أشوف أنه كل وزارة لازم تغير، إذا شافت في خلل معين لازم تغير فيه. يعني ما هو معقول إنها تسكت عنه، شافت الخلل بالمشاريع، شافت الخلل بالتنفيذ، شافت الخلل بالإجراءات، وش المشكلة لما تغير فيه؟ ليش تخلي الواحد يخالف النظام؟ ليش ما تغير النظام؟ ليش ما ترفع وتحاول تغير في النظام؟ ليش أنت دائما أنك ماسك أني والله أنا أبغى أمشي على النظام؟ طيب النظام أحيانا يكون يعني في من ال، ما أخفيك، في يعني في بعض التعقيدات، يعني ضع نظاما جيدا ثم احترمه. وأنا أعطيك مثل، أنا أعطيك مثل على موضوع أنا توني يعني الأسبوع هذا أو الأسبوع الماضي رافض التحقيق فيه، على حالة وقعت أنه والله ظهر انفجرت طرمبة ماء أو بيب موية، وجتني من الرقابة أنه والله حققنا مع الموظفين، بعضهم متقاعدين بعضهم على رأس العمل، ولقينا أنهم تصرفوا وصرفوا مبالغ بأثر قديم. يعني يعني يشتغلوا بعدين يسوي العقد وال بالضبط، خلص المشكلة وبعدين تفاهم على ذي. والله أعطوني إياها وقالوا لي لازم نحيل الوحدة التحقيق الجنائي يحققون فيها. قلت له يا أبو سلامتكم، أنت يلي حققت عطني الحل، أنت صارت المشكلة عندك هذه عطني حلها وأنا أقول لك إيه ولا لا. قلت صارت المشكلة ولا عندك بنود ولا عندك تقدر تصرف، وإذا ما سويتها بتغرق والناس بتصير تشتكي وتسوي، وش بتسوي يا عبدالله؟ قال والله ما عندي حل. قلت ما عندك حل، أجل هذه مخالفة إدارية، ورفعت فيها للديوان وجت الموافقة عليها إنها مخالفة إدارية وتستثنى. ففي استثناءات، في يعني لازم إحنا نغير في منظومة العمل كاملة عشان إنه نحقق النجاحات. طيب فيه، عطني شيء من القضايا اللي مسكتوها وفيها فساد. أنت قلت لي قصة في الإسكان اللي باني له فيلا، في ناس مبنية لهم فيلل ولا أشياء فيه. في في مواضيع، في مواضيع يعني مثلا يعني في بعض قضية كانت في البلديات، في واحد بان الثاني في واحد. شوف الحين يعني صارت الأمور ترى ما هي بهالسهولة، يعني أول كنا نحكي نقول إنه والله ممكن فلان يبني فيلا ولا فلان يسوي هذه وتكون عملية سهلة تثباتها ترى. يعني بس في طرق مبتكرة عند الناس في تحايل على الفساد، إنه كيف يأخذ المبالغ؟ إيه طبعًا. طبعًا زي ما إحنا جالسين نحاول نعالج هم يحاولون يخفون. يعني حتى الفاسد قاعد يتطور. طبعًا. يعني الحين في كثير، في كثير من الرشاوى ما تندفع في السعودية. كيف تندفع؟ تندفع برا، سواء تندفع بدول الخليج أو تندفع. بأموال ولا بأصول؟ هذا حسب ما يتفقون فيها عليه. فعشان كذا إحنا أنت. من القصص اللي أنت عرفتها إيش شفت مثلاً، أو من المعلومات اللي أو أثناء التحقيقات، هل مر عليك أنه مر
مثل مر في مثلا شقق تنشرة مثلا في دبي أو في البحرين أو شقق في سيارات في أوتيلات تستأجر لهم في أشياء يعني ممكن تقدم لهم خدمات خاصة طبعاً. أيضا من القصص اللي ذكرتوها في البيان موضوع مؤلم اللي هو موضوع جامعة المعرفة لأنه كان فيها وفيات وكان فيها إصابات في منطقة الرياض وإحدى البلديات وموظف سابق في وزارة التعليم. إيش القصة حقت جامعة المعرفة؟ طبعا كلنا نعرف أنه موضوع جامعة المعرفة يعني صار حديث رأي عام أنه عملية الانهيار طبعا شكلت فيها لجنة وإحنا كلفنا فيها كتحقيق إذا كانت فيها شبهة فساد. يوم بدينا نحقق أو ما هو نحقق نتحقق ونتأكد ونشوف أنت أول ما تشوف يعني شيء ينهار وش يخطر في بالك لازم أرجع التصاريح البلدية على طول. يوم رجعنا لتصاريح البلدية شفناها ما هي بسليمة إذا الحين صارت عندي مشكلة يعني أنت لازم تبني إنه يوم إنه شفنا التصريح إطلاق التيار الكهربائي والنظافة وهذه أطلق قبل ما تنتهي الجامعة. طيب أنت الحين شلون صارت الجامعة بدأت تشتغل من اللي أعطاها التصريح؟ يوم رجعنا شفنا موظف المسؤول اللي كان أعطاه التصريح في وزارة التعليم لقينا عليه قضية سابقة ومسجون الأخ وهو اللي مطلع التصريح يعني طلع تصريح سابق وسجن عليه والحين هذا التصريح يعني برضه كان سابق بس ما كان كشف والحين كشف وأقروا فيها وحيلت. الفساد في المنح والأراضي من أكبر ملفات الفساد في البلد ويجيك واحد يقول لك حتى أنا مثلا والله متورط شاري أرض إما مسروقة ولا فيها صك مزور أو كذا فأنا متورط أنا أرجع على من باعني ولا يعني تنقلت الأيدي. ماذا تفعلون في ملف الفساد في فساد الأراضي أو الفساد في يعني هو شوف فساد الأراضي زي ما تفضل هو اختصاص أصيل لوزارة العدل. إذا ثبت لها وزارة العدل أنه كان فيها لأنه في أحيان تصير أخطاء يعني لازم برضو أن تكون منصفين وفي أحيان لا تكون متعمدة أو يكون فيها عن طريق التزوير أو فوزارة العدل أنا بعد أحيي وزير العدل لأنه متعاون معنا تعاون تام صراحة في كثير من المواضيع وتسهيل الإجراءات باقي المسؤولين متعاونين معكم؟ يعني ما يجي الواحد يقول لك ايش تبون من عندي هذه تؤثر علي لما تطلع قضية فساد تؤثر على السمعة لا شوف الوزراء في مقاومة في دخولكم للوزراء الوزراء ما شفت منهم الكلام اللي تقوله في بعض المسؤولين الصغار في مقاومة لكن الوزراء بالعكس كلهم مؤيدين للعمل مؤيدين لعملية الدمج سواء وزير العدل إنه بالعام أعطانا ندب لنا كثير موظفين المحققين المتميزين سمو وزير الداخلية معطينا الإمكانيات كاملة وتحت تصرفكم يعني مشكلتك مو مشكلتك في النص رئيس أمن الدولة وموفر كل الإمكانيات كل الأجهزة التعاون مباشر يعني أنا ما أبغى أحكي لك الحين على كثير من القضايا جالس تجي من وزارة مباشرة يرفعوننا فيها على طول إنه ترى الموضوع الفلاني وهذه بادرة صراحة أنا شفتها جدا إيجابية بعكس أول ما استلمت الحين في تعاون في الوزير يكتشف يعني أنا أضرب لك مثل إنه وزير النقل الحين توه معطيني قضية وقضية واضحة بالنسبة لي هو اللي مكتشفها وإحنا ما ندري عنها فهذه الحين هذه يعني تعطيك نتائج مهولة في المستقبل لما يكون في تعاون بين المسؤولين في حس بين المسؤولين إنه والله كلنا لازم نتكاتف ونقضي على الفساد يعني ما يكون في حساسية يا عبد الله إني لما أجي والله أمسك المسؤول الفلاني عندك والله هذا أنت جيت ومسكته وهذا كانت موجودة أنت ليش ما يعني الآن تغيرت الثقافة الموجودة تغيرت فوق. الثقافة بس عندك مشكلة في المدراء اللي في النص والبعض بعض الأحيان وليس دائما صحيح. هل بيكون هناك تسويات مع الفاسدين؟
الحين شوف التسويات ما هي مطروحة بالنسبة لنا، هي تدرس لكن للحين ما أقرت. إذا أقرت أنا جالس يجينا أحيان في ناس تبغى تسوي، يعني يقول لك أنا مستعد أدفع وأطلع، لكن بما أنه ما حكمها نظام معين فبالتالي إحنا جالسين نرفضها. هي جالس تدرس، إذا أقرت نأخذ فيها. ما أقرت يعني لا لا تعملوا تسويات، لكن في حال تغير في حال تغير الوضع أكيد. أنا شفت القضايا وحاولت أبحث، كلها قضايا بستة أصفار يعني أو بملايين الريالات. في عندكم تسعة أصفار، عندكم قضايا في المليارية. أنت تستهدف الشريحة المتوسطة والصغيرة، أنا فاهم هذا، لكن هل وصلتوا إلى قضايا مليارية؟ يعني في وحدة تبديد. تبديد؟ إيش معنى تبديد؟ تبديد المال العام؟ إيش معنى تبديد المال العام؟ يعني أنت عندك ما شاء الله شيك مفتوح وتصرف على مزاجك وما هو من جيبك، وتودي يمين ويسار وتغير بالعقود وتسوي وتفعل، وما هو شرط يعني تكون بجيبك. وبالأخير من اللي يخسر؟ الدولة. عندكم قضية تبديد مال عام تصل بمليار؟ عندنا يا طويل العمر شغالين عليه. أيضا في الفساد اللي يحكى موضوع التثمين، يعني هناك حديث تتحدث عن الفساد موجود في تثمينات السكر الحديد مثلا. صحيح، طبعا التثمين سالفة سالفة يعني. عطني المختصر وعطني يعني السكر الحديد هل قصة دي صحيحة ولا لا؟ طيب أنا بعطيك واحدة بس على قولتهم على الطائر. يلا. يعني في قضية الحين المفروض أن نعالجها، أنه شخص ما قدر له التثمين 160 ريال متر، جاره مقدر له التثمين 20 ريال متر. هذا 20 وهذا 160، هل يعقل هذا؟ يعني أنت وش يخطر في بالك أول ما يخطر في بالك؟ في خطأ في أحد ال... ما هو في خطأ إلا في فساد. ما هذا ما يجي خطأ بهالفرق هذا كامل، هذا في فساد واضح. لأنه حنا بعدين لما حنا زي ما قلت لك يا عبد الله إحنا نشتغل باحترافية. أنا ترى لما يجيني البلاغ زي كذا ما أقول والله يمكن هذه تسوى فعلا 160 ويمكن هذا باعها بالسابق بعشيريا. أنا لما يجيني بلاغ زي كذا ما أخذه على طول أقول يعني أنه هذا الرجل اتجه اتجاه ما هو بصحيح أو دفع أو سوى عشان يرفع له بالتثمين. أنا أتحقق. أول ما يجيني البلاغ أتحقق. وشون أتحقق يعني موضوع زي هذا؟ أنا أرجع للصكوك اللي انباعت في التواريخ هذه من المحاكم، كم انباعت، كم كان مترها، أرجع لمكاتب العقارب كم جالس ينباع لكم المتر هنا؟ هذا ينباع ب20 و 160، فما يعقل. طيب أنا بريحك شوي، شكرا على هذه الشفافية وشكرا على هذا الوضوح، بريحك فاصل قصير تأخذ فيها نفسك. لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله من جديد مع ضيفي معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الأستاذ مازن الكاموس. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لا تقول هيئة الرقابة والتحقيق، أنت مصمم. مشكلتي أنا أني متعود على نزاهة الحال ورقابة الرقابة والتحقيق الحال. وإبراهيم في تقرير الفاتف في كلام إيجابي، بس أنا أترك الكلام الإيجابي، أنا بروح للمشكلة اللي وجدناها في هذا التقرير. التقرير يقول حجم الفساد في المملكة يقدر بين 9.9 مليار إلى 26.4، هذه ما راح أحكي عنها، منها ما بين 7.9 مليار إلى 21 مليار تهرب خارج المملكة سنويا. يقول لك أيضا لم يسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تبادلت معلومات حول جرائم الفساد مع الجهات النظيرة دوليا. يقول لك أيضا السلطات السعودية لا تتعقب الأموال الناتجة عن جرائم الفساد والمهربة خارج حدودها، وبالتالي المملكة لديها قصور شديد في استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. معليك الآن لما نشوف التقارير الدولية في مثلا مكافحة الإرهاب وضعنا جدا ممتاز، لأنه إحنا نتواصل بشكل مباشر مع الجهات المماثلة دوليا وبالتالي نحقق نتائج. في موضوع غسيل الأموال، في موضوع الفساد، في عندنا مشكلة ضخمة.
في التواصل مع الناس ما نشوف أي استرداد للأموال اللي تطلع برا البلد. طيب أنا بشخص لك المشكلة باختصار. الهيئة في السابق ما كان عندها سلطة الضبط ولا التحقيق، فبالتالي ما كانت مخولة أنها تتابع القضايا عن قرب بعد الترتيبات الأخيرة اللي صدرت من مولاي خادم الحرمين الشريفين 15/4، صارت عندنا كل السلطات هذه. طبعا هذه بتعطينا دفعة وتحدي كبير، شلون نقدر نسترد الأموال لما تصير عندي سلطة الضبط والتحقيق. أنا أقدر أصير أتابع في نقطة قبلها، اللي هو إحنا شغالين بعد الحين على عملية إصدار مذكرة استرشادية، بحيث إنه نقدر نوقع مذكرات تفاهم مع الدول النظيرة، وتصير العملية أسهل لما تصير مذكرات تفاهم بين دولة ودولة معينة. طبعا هذه ما تكون ملزمة، لكن تسهل علي أني أقدر أتعاون معهم تعاون مباشر، مثل ما تفضلت كيف عملية أنه كانت في مذكرات تفاهم بالنسبة للإرهاب. إحنا الحين شغالين بقوة على الموضوع هذا، عن قريب راح تصدر المذكرة الاسترشادية. طيب أنت الآن أول خطوة، تصير عندنا الصلاحية. أنا شون عندي أنا بس قبل داخليا، أنت اليوم هو تطلع أنت تقول خلاص على قائمة المطلوبين، ما يطلع عليه حكم قبل وهو هناك، ما يطلع. هذه كانت الإشكالية. الحين لما يصير عندي سلطة الضبط وودي للتحقيق ويصدر عليه حكم، يعني بيصدر عليه أحكام. لما يصدر عليه حكم من المحكمة، إحنا الحين في لجنة بيننا وبين وزارة العدل على الموضوع هذا. أنا ما أخفيك عبد الله، أنا اجتمعت مع، كانت عندنا ورشة حمل من وزارة العدل والتحريات المالية ومن عدة جهات يعني مختصة في الموضوع هذا، وسألتهم سؤال، قلت أنا أبغى بس واحد يقول لي كم رجعنا فلوس راحت برا، أعطوني كم الأرقام اللي جابوا. صفر صفر، ما حد رجع شيء، يعني ما جبنا ولا ريال من برا. هذا السؤال أنا سأله مباشر للمعنيين، كانت عندنا ورشة عمل وسألتهم، قلت أعطوني رقم كم رجعنا. طيب إيش الإشكالية؟ الإشكالية كالتالي، لما تطلع الفلوس برا وش اللي بالغالب نسوي؟ إحنا نحط الشخص على قائمة ترقب القدوم أو ترقب القدوم والقبض، نستنى بالضبط. طيب ليش ما أنا أصير ألاحقه؟ ليش ما أنا أصير ألاحقه؟ بس أنت ما تقدر تلاحقه كذا، أنت لازم تصير عندك قضية، لازم يصير يعني الدول ما تحكي معك إذا أنت ما عندك حكم قضائي أصلا. بالضبط، يعني والحكم القضائي ترى حتى ما في، حتى المتوفين تقدر تلاحق الأموال. فأنت لما تصدر حكم قضائي صار عندك أداة قانونية أنك تروح تتكلم مع الدول النظيرة اللي راحت لها الفلوس، تقول طيب إن هذا الشخص حساب في سويسرا موجود فيه أموال سعودية مهربة أو أموال فساد خرجت برا البلد في بنوك سويسرا، نستطيع أن نجيبها؟ إحنا شوف لازم نحط في بالنا أنه الموضوع ما هو بسهل، والموضوع معقد، والموضوع قد يأخذ منا وقت طويل، والنتائج ما تكون سريعة بالنسبة للموضوع استرداد الموجودات في الخارج. يعني هذه لازم نحطها في بالنا، لكن إحنا لازم نشتغل بالطرق الصحيحة والسليمة، عشان مجرد إنما نمسك الخط ونبدأ في الشغل السليم ذاك الوقت أنت حتى تقدر تحاجج الدول. أنت بعدين وش اللي تقدر تسوي فيه؟ أنت لما تصدر حكم قضائي تقدر تروح تسوي دعوة عليه في نفس البلد اللي هو فيها، حتى تروح ترفع عليه دعوة مدنية. احنا ما نقول حتى دعوة جنائية على أساس بعض البلدان تتحسس من الدعاوى الجنائية، ارفع عليه قضية مدنية وخليه، احنا ما نبيه بكيف، وخليه يعيش برا، بس ورني شلون يعيش برا اذا رجعت فلوسه. ارفع عليه قضايا تاخذ وقت، قد تاخذ فلوس، يعني انه تكاليفها تكون ما هي بسيطة، لكن بالاخير لما انك تقدر تسترد من فلان وفلان وفلان، الناس بتعرف انه الموضوع ما راح ينترك. بوصفك الرئيس، هل تعدنا باسترداد اموال سعودية
نقول بإذن الله أن راح نعمل جاهدين على الموضوع هذا، والتوافيق بالأول بالأخير من الله، وإن شاء الله إذا ربي وفق. كم متوقع أنه في تارجت مالي متوقع من سنوي من عملية مكافحة الفساد سواء في الداخل أو في الخارج؟ يعني متوقع في خطتكم أنه استرداد إلى رقم معين؟ والله شوف، يعني إحنا بحكم أني أنا الحين توني يعني ترى إحنا نتكلم ترى من 15/4 إحنا صحيح تعينت من بداية السنة، بس إحنا العمل الفعلي بدينا يوم صدرت الترتيبات. يعني إذا نتكلم على المبالغ اللي أعلناها خلال فترة الثلاث شهور الماضية، أنا أحس أنها منطقية على قصر الوقت اللي وعلى الشريحة المتوسطة والصغيرة اللي تتحدث عنها. وعلى الشريحة المتوسطة والصغيرة، لكن إحنا نقول بإذن الله حاطين خطط مستقبلية وجاسين يعني شغالين على مدار الساعة. في رقم؟ أنا ما ودي أعطيك رقم. ليه؟ لأني لو أعطيتك أرقام أخاف بكرة يعني ما نحقق الرقم أو نحقق الرقم الأعلى، فخلينا رقم ملياري خلنا نقول. أتوقع إحنا توقعنا أنه بيكون يعني رقم. أنا شفت حقين الديوان أنا ما أدري أنا جبتها معي ولا لا، الديوان المحاسب المالي حققوا نسبة 127% زيادة عن المتوقع عليهم، جابوا حدود 20 مليار إذا ما خانتني. وعلى فكرة بعد أنا حنا بعدنا بنشكر تعاون ديوان المحاسبة، لأنه ترى ديوان المحاسبة شريك لنا في العمل فوق ما تتصور. ليش ما ينضم معكم؟ لا هذا عمل وهذا عمل. ما 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 طيب. ما أنا شايف أنه مناسبة. هل يحق لنا كإعلام وكسلطة رقابية أن نتساءل عن هل يوجد فساد في هيئة مكافحة الفساد؟ شوف طبعا انت اي منظمه او مؤسسه او هيئه، ما هو كل الناس تصلي على طرف ثوبهم صراحه. يعني خلينا نتكلم بواقعيه، يعني في ناس تسوي مخالفات، في ناس تسوي قد انه توصل الى درجه انك ممكن انك تحيله حتى للنيابه او الوحده التحقيق. انا شفت انا لما دخلت طبعا انا زرت وجلست مع قسم الفساد ومع قسم الرقابة والتحقيق ومع التحريات الإدارية ومع جماعة البلاغات ومعك شخصيا، ولفيت لفة لا بأس بها في الهيئة بمساعدتكم، شكرا لأنه فتحتوا لنا كل هذا المجال. لفت نظري مثلا شيء إيجابي، موضوع قرار الذمة المالية، أنه أي موظف لازم يعطي إقرار للذمة المالية. لكن أيضا لفت نظري أنه في اثنين من القيادات في الهيئة هما أخوان، وهذه يعني ما أعرف أنا كيف جت، هل هي طبيعية ولا غير طبيعية؟ لا طبعا هذه طبيعية. ليش؟ ليش؟ لأنه في واحد منهم أولا هم الشخصين أكثر من رائعين. الشيء الثاني أنه واحد من مؤسسين الهيئة، الثاني عين بأمر ملكي وعلى المرتبة الممتازة وما هم موظفين الهيئة، فبالتالي أنت ما تقدر تقول والله عشان يعني مو هذا اللي عين هذا. لا طبعا لأنه هذا معين بأمر ملكي وهذا يعني أساسا من مؤسسين الهيئة. وترى على فكرة اثنينهم ممتازين يعني وأنا ما أجامل في المواضيع. طيب لو اكتشفت شيء، هل اكتشفت سبق شيء داخل شبهة فساد أو مخالفات أو تجاوزات في داخل مكافحة الهيئة واخذت إجراء صارم زي ما تاخذون على الناس؟ صحيح سويت. أنا توني منهي عقد اثنين من الموظفين عندي، لقيتهم ما هم صريحين بالإقرار الذمة المالية، لأن إحنا عندنا إقرار ذمة مالية. استغنيت عن اثنين من المنظمين لأنه ما حطوا إقرار. وقلنا لهم توكلوا على الله. يجب أن نطمن أن حتى المنظمة اللي تكافح الفساد عندها معايير نزاهة. قلنا لهم توكلوا على الله، أنتم ما أفصحتم ولا قلتم ولا، لأنه إحنا عندنا الإفصاح بشكل دوري. إحنا ما عندنا مشكلة. ترى أنك لما تفصح وتقول والله أنت عندك وعندك وعندك وجاي تقدم الوظيفة، لكن ما هو بعد بعد تتوظف. تبغى تشتغل وتمارس تجارة وتمارس شيء ثاني. في القرارات اللي أتت من الديوان الملكي، قال إذا طرأت على ثروة في النظام في الفترة في الفقرة ثامنا، إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبينة على تحريات مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقيق
للتحقق من أن ما لدي من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطريقة مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربي حتى الدرجة الأولى. من أين لك هذا؟ يعني هو طبعا بس بطريقة مصغرة لما نتكلم، لأنه هذه على حسب لما يكون من أين لك هذا بالنسبة للمتهم. يعني إحنا لما نجيب الشخص يا عبد الله وعليه شبهة ومسوي مشكلة ما، وبدأنا نرجع للحسابات ولقينا ثروته ما تتناسب مع دخله، أنا ما أدى أصدع رأسي وأقول والله أروح أجيب وأتحرى وأسوي. قل لي من وين لك هذا؟ عندك مليونين وراتبك مثلا 5000 ريال، برر لي، أنت وارث، أنت جايتك هدية نازل عليك من المريخ، علمني عشان أنا أصدقك ولا لا. ما أصدقك ولا بررت لي هذا تروح للمحكمة، والمفروض أنه يبت ويصدر فيها حكم. يعني صار الآن عبء الإثبات على نفس الشخص. يعني المفروض الواحد يجته فلوس يثبت أنه من وين جته الفلوس هذه، منه بطريقة مشروعة. بالضبط. هذا شيء. الشيء الثاني أرجع لموضوع إقرار الذمة المالية اللي هو نظام جيد عندكم. طيب ليش ما موظفين الدولة في المدراء المشاريع، الناس اللي تيجي من تحتهم فلوس خلينا نقول في الوظائف هذه احنا رفعنا فيها، هذه رفعنا فيها، ترى شغالين على كذا اتجاه يا عبد الله. والله يعني انا اقول لك في شغل جبار من قبل ما يجي. يعني عشان برضه نعطي لكل ذي حق حقه، يعني هذه في اشياء صارت. احنا نتكلم عن الثراء غير المشروع للموظفين الدولة، انه قبل ما يدخل الوظيفة العامة يقول والله انا هذا اللي عندي، علشان لما يصير فيه زيادة يبررها. هذا حيكون فيه موجود؟ هذا بيكون طبعا، بس نستنى الموافقات عليه. انت رفعت من الضرورة؟ رافعين. طيب على نظام تأديب الموظفين، انت عندكم الحين في هيئة الرقابة والتحقيق اللي انا اخطيت فيه اسمها قبل شوي، عندكم موضوع تأديب الموظفين، ايش الفرق بين الموظف الكبير والصغير ومن يملك حق الفصل؟ طبعا هو النظام تأديب الموظفين انه يعني يكون على عدة عقوبات، سواء في يعني تبدأ باللوم أو الإنذار أو الحسم الراتب أو بالأخير تجم الفصل. طبعا تختلف على اختلاف الدرجات من المرتبة العاشرة إلى هذه يكون ما في حسم الراتب على طول. حق الفصل يكون للمحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية؟ إيه. أنتوا تقدرون تتدخلون في موضوع الفصل؟ وفقا للترتيبات الأخيرة نقدر نتدخل. شلون؟ إذا صارت عليه شبهة قوية وصارت بينه وبين الوزير المختص واتفقنا إنه الشخص هذا لا يصلح للعمل، وثبت لدينا الجهتين إنه ما يصلح للعمل، فبالإمكان الرفع فيه وفصله. وهذا ما وتستكمل الإجراءات اللي يعني سواء كانت جنائية أو إدارية بحقه. طبعاً اللي يصير عليه حكم فساد على طول يفصل، هذا صح؟ إيه هذا المفروض على طول يفصل. إحنا عملنا استفتاء، واستفتاء في نتيجة مهمة هي الرسالة الثانية اللي أنا أبغى أوصلها لك، بس خلينا نشوف أنا وياك الاستفتاء بعد إذنك. استفتاء. ماذا ستفعل عندما تكتشف قضية فساد؟ أبلغ؟ لا أبلغ؟ المشاركين معنا في التصويت 81% قالوا نبلغ، 19% قالوا ما راح نبلغ. مين بين القصة؟ القصة أنه أنا في هذا الاستفتاء سويناه في تويتر، القضايا اللي جتنا على الإيميل وعلى الخاص أكثر بكثير اللي جتنا على العام. في خوف حقيقي وقوي من الضرر اللي قد يقع على المبلغ. الناس تقول يعني تقول أنه حماية المبلغين فيها مشكلة. تعليقك. طبعا أنا ما أبغى أتكلم على مرحلة سابقة. لا يعني إيش الضمانات اللي تقدمونها؟ طيب أنا أعطيك الضمانات أنه من حق المبلغ أنه ما يقول اسمه ولا يعطيني أي معلومة عنه، مجرد أنه يعطيني البلاغ وأنا أتابعه. هذه واحدة. إذا كان المبلغ عنده الرغبة، لأن في بعض مبلغين يقول لك أنا ما عندي مشكلة طلع اسمي وخلي تدري الإدارة المعينة أنه أنا اللي بلغت،
فإحنا نمشي على الرغبة، فهذه تكون أسهل بالنسبة لي عشان أوصل للمعلومة. هذا شيء. الشيء الثالث أنه في بعض المبلغين بالفعل تضرروا من بعد بلاغهم، وهذا واقع. طيب كيف تحميه؟ يعني في أمر سامي من الملك. أقول لك كيف، لأنه في أمر سامي. طيب أنه حماية المبلغين. ممتاز، أنا أرفع فيه، وبالغالب إذا شفت أنه هذا بيحمين نظام وفقا للأمر السامي. والحين جاء أمر ثاني أنه شكلت لجنة من قبلنا ومن قبل ديوان الخدمة المدنية سابقا، وزارة الخدمة المدنية سابقا، ومن وزارة التنمية. طبعا الحين بعد الدمج صارت المفروض من الاثنين أنه راجع كل الموظفين اللي فصلوا على أثر بلاغاتهم. مو بس فصل، يعني أنا اليوم مثلا من ضمن القضايا اللي جدنا، واحد يبي يبلغ على قضية في مشكلة في أحد الجامعات في قسم الطالبات في نظام الحريق، وهذا الجامعة هذا اللي يتكلم عليه فيه 8000 طالبة. هو مجرد أنه بدأ يحرك هذا الموضوع، هو يتكلم على أنه هذه قضيته، همش أبعد، يعني ما فصل لكن حرم من الترقيات، حرم من العمل الطبيعي، يكون محارب داخل الإدارة بشكل نظامي. في مشكلة في الضمانات، ولذلك الناس قلقة وخايفة، يحتاج مزيد من الضمانات. إحنا إذا كان البلاغ صحيح وسليم فإحنا نضمن له الحماية، ما هو بأن نضمن له الحماية، الملك هو اللي يضمن له الحماية. إيه الملك، القرار واضح، بس القرار واضح. كيف ستطبق أمر الملك؟ أنا كيف أطبق؟ أنا أجبر المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة إذا إنه عاقبته عقوبة ما هي بصحيحة ولا هي سليمة على أثر بلاغه، وأرفع فيها رسمي، سواء كان يؤخر ترقياته ويهمش ويعطي، يرجع له كل حقوقه، وهذا فيه قضايا عندنا سابقا. لكن أنا بقول لك شيء، غالبية المتضررين اللي يقولون، وصراحة هذه أنا شفتها على أرض الواقع، اللي يقول لك أنا تضررت من أثر بلاغي، يكون الأخ على وشك يفصل من عمله ومسوي جرية، وبات فيه الوزارة إنه تبي تفصله، ثم يقول يلا ألو ترى أنا بلغت كذا كذا، بعدين يقول أنا بلغت. لا يا أبوي، هذا ما هو بلاغ، أنت مسوي مصيبة وعلى أثرتها، وعلى أثرها إنك فصلت، ما فصلت على البلاغ اللي بلغتني فيه. أي يعني متهاوش يوم أو يوم إنه بغى على وشك إنهم يبتون في قرار فصله، وقرار فصله نظامي، قال يلا أنا بروح أبلغ. هذا جزء بس، الخوف موجود. يعني بعضهم قال لك أنا عندي خوف، أنتوا تبوني مني وثائق، أنا عندي خوف من ملاحقة قانونية بسبب تصوير وثائق. نضمن له الحماية ونضمن له أنه يتمشي أموره كلها كاملة، حتى لو صور وثائق ما يخاف، حتى لو صور يقول وثائق أنا خاف من الملاحقة القانونية أنك صورت أوراق رسمية. أنا ضد تصوير الوثائق. شوف طيب شو يسوي؟ طيب شو يبلغ لأخي؟ يجي يقول لي المشكلة هنا، أنا عندي الإجراءات والنظام وما يكفل لي في كل الأحوال إني أروح وأطلب الوثائق اللي أبغاها. أنا أقدر أروح وأطلب أي وثيقة، ما عندي مشكلة، ومجبورة الإدارة المعينة إنها تعطيني الوثيقة، وإن ما أعطتني رفعت فيها وحاسبت الموظف اللي ما يعطيني. هذه فيها صادرة أوامر، فبالتالي ليش هو يصور؟ لا يصور يا أخي، عشان يثبت لك، عشان يرفع لك ملف متكامل للقضية، عشان تقدر تناظرها يعني. لا لا أبد، يقول لي بس أنا ما أبغى حتى أشوف، على أساس ما يخش مبدأ الشك عند المبلغ. لا يصور، لأنه التصوير إذا جينا في الواقع بالنظام ممنوع. يعني خلنا نتكلم بصراحة، لكن أنا خلي يقول لي إنه المشكلة عند فلان، والأوراق بتلقاها عند فلان وبالمحل فلاني، وأنا أتخذ الإجراء. طيب، ولا يقول لي اسمه. لكن تحط على بالك موضوع هاجس حماية المبلغ. طبعاً، وهاجس قوي، وإحنا واقفين معاهم بقوة صراحة، وفي أكثر من شخص رجعناه وعطيناه حقوقه، وعطيناه وضمنا له ترقياته، وضمنا له كل الأشياء اللي المفروض يستحقها ويأخذها، أخذها بقوة النظام. إحنا شفنا المكافآت، الناس تسأل أيضاً عن موضوع صرف المكافآت، متى تصرف المكافأة ومتى. أنتوا الآن في الصرف عندكم، يعني أو خلنا نرجع لنظام مثلا مكافحة الرشاوة، في المادة 17 يقول كل من أرشد إلى جريمة من الجرائد المنصوص عليها في النظام وأدت معلومته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر.
أنتوا في الحد الأدنى ما قصرتوا تعطون 5000 الصراحة، بس في الارتفاع لا توقفون عند 50. هذه لازم يصدر فيها أمر يعني حكم قضائي، هذه ما هو حنا اللي نكافئ فيها، هذه المفروض يتضمنها الحكم القضائي. لكن وش المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة أنه في كثير من المبلغين ما يبغون يطلعون من الصورة زي ما تفضلت. إيه؟ فبالتالي أنا لما أرفع القضية للمحكمة ما يطلع اسمه. طيب لا أنت عطوم ليش تعطيه المحكمة؟ أنا ما أعطيه، المحكمة هي اللي تقرر. أنت الحين هذاك تعطيه 5 إلى 50 ألف تعطيه. إيه. طيب الـ50 ما تكفي أحياناً في قضية كبيرة. أنا وش أقول لك، أنا يعني خلنا نتكلم واقع، أنا ما أقدر أدفع له من عندي، أنا أتكلم من عندي كهيئة، أنا نظام الهيئة واضح بالنسبة للمكافآت يعني ومبالغها واضحة. لكن أنا نقول مثلاً لو إنه مبلغ رشوة بمليون ريال وهو ينظر المبلغ أنه يستحق زي ما تفضلت أنه نص قيمة، هي الحد الأقصى لا تزيد يعني. إيه أنا ما أقدر أعطيه المبلغ هذا، لكن لو نص عليه الحكم أنه يعطى أنا ما راح أدفعها من جيبي. إيه في منطقة في النص يعني لا بيدفعها منه يعني أنت تقول أنت لك إلى 50 ألف والباقي عند القاضي، بس القاضي هو حاطب باله أنه الموضوع الطلب هو يرفع المدعي العام ونطلب بمكافأة. إذا ذكر اسمه في ترى كثير من المبلغين يا عبد الله وأنا أيدهم صراحة يخاف فما يقول اسمه، يخاف فما يقول اسمه. لا بعضهم ما عنده مشكلة، اللي يصدر فيه حكم وينصص عليه الحكم القضائي إنه يأخذ المبالغ هذه يأخذها ما في مشكلة. طيب فيه مداخلة بسيطة من أحد أعضاء مجلس الشورى على موضوع أيضا تتعلق في الإعلام، ودي أشوفها معك على السريع قبل نصل لسلة الناس، خلينا نشوف وجهة نظر. طالبت هيئة مكافحة الفساد ضرورة مراجعة هذه العقود ومراجعة المؤثرين الإعلاميين ومراجعة الصدى الإعلامي من جهات، منها أولا هل هذه العقود معقولة أو غير معقولة أو صحيحة أو غير صحيحة، هل تتفق مع الأنظمة أو تخالف الأنظمة. طب الأمر الآخر، هل الطرح الإعلامي والضخ الإعلامي اللي تقدمه الوزارات بشتى أنواعها بحجم هو صورة صحيحة وفعلية وواقعية لما يحصل على أرض الواقع، أم هو مبالغة يراد منها أحياناً التغطية طيب على القصور والخلل الحاصل عند بعض الوزارات؟ هذا عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله السفياني، هو يتحدث على هو يطالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في شبكات الاجتماعية في جزئيتين. أول شيء يقول لك أنه مبالغ كبيرة وهدر المال العام، الثانية أن فيها تضليل لأنه المبالغ التي تدفع لهؤلاء المشاهير يراد بها الدفاع عن القصور من أجل تحسين الصورة والتأثير على المواطنين. تعليقك. طيب يعني أنا ما أدري هل الكلام هذا مثبت أنه جالس تدفع الوزارة تدفع له، أنا ما أدري. ولو دفعت فيه مشكلة المفروض يكون فيها حوكمة الموضوع، يعني أنت لما تبغى تدفع الواحد يجي يسوي لك إعلان بغير، والله لو أنا مثلا ممكن أعرفك وتجي تسوي لي إعلان يا عبد الله ما يخالف، ما نعطيك ولا ريال أو أدفع لك من جيبي، هذا شيء راجع لك وبتلمع صورتك وبتسوي، وبالأخير أنت يعني مهما لمعت بصورتك إذا كنت فاسد والله بتجلس فاسد ومصيرك يعني معروف. لكن إحنا نتكلم أنه كنظام، النظام إذا يحكمه والله ممكن أنه مثلا يعني في أشياء أحيان تضطر لها صراحة عشان تبرز جهود شيء معين أو تبرز مثلا خدمة معينة، ما نقول جهود، يعني كوزير أنت سويت خدمة وما أنت قادر توصلها للناس، فهذا الشخص عنده مثلا 3 مليون متابع، أنا أشوف العملية سهلة أني أروح له وأخليه يعلن عنها ويبرز الخدمة هذا ويستفيد منها المواطنين، ما هو من المستفيد منها. يعني تقول بس الموضوع يحتاج إلى حوكمة فقط. بالضبط. الناس سألت مجموعة من الأسئلة، أريد أن أخذ يعني نعرض عليك مجموعة منها ونأخذها بشكل سريع إن أذنت لي. الناس تسأل. هل يتم مكافحة المفسدين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية؟ لأن للأسف اللي نشوف العكس، وإذا صار وراء هالقضية واحد كبير وانقلبت علي من يطلعني منها؟ هل يلزم ذكر اسم المبلغ عن الفساد؟ لماذا لا يعلن عن أسماء الفاسدين؟ متى نسمع عن دخول نزاهة للشركات الحكومية العملاقة؟ هل هناك متابعة للأمور المادية في الأندية الرياضية؟
ما أسباب رداءة التنفيذ وتدني الجودة في أغلب المشاريع كالطرق والأنفاق والجسور؟ وأين دور المكاتب الاستشارية ولجان الاستلام؟ يجب التشديد والرقابة على البلديات وما يدور فيها من تجاوزات مالية وإدارية، ويجب الرقابة على المصروفات ودور الممثل المالي بالمصروفات، لأن فيها ما يريب في إنهاء المعاملات وإنهاء المستخلصات للمقاولين. يجب أن يكون رقابة لتلافي الرشاوة والفساد المالي. تجفيف منابع الفساد أولى من محاربة الفساد بالطرق التقليدية، فبعض الأنظمة يجب أن تتغير. فمثلاً مشاريع الدولة يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة للمشاريع تكون مهمة الوزارة إشرافية، كذلك سد الثغرات من خلال الاطلاع وتحليل قضايا الفساد السابقة. ماذا فعلتم في فساد جامعات الملك عبد العزيز لتوظيف الأقارب والعائلات التي ظهرت على السطح مؤخراً وانتشرت بتويتر؟ مقولة الملك فيصل رحمه الله: استطعنا القضاء على كل شيء ما عدا الواسطة. هل يرى الأستاذ مازن بأن المقولة لا زالت تنطبق أو موجودة إلى وقتنا الحاضر؟ هل الواسطة نوع من الفساد؟ كيف نقضي عليها؟ أتمنى سؤال معالي الرئيس عن مصير موظفين هيئة الرقابة والتحقيق من حيث الرواتب والمكانة بعد الدمج، حيث أنه هناك فوارق كبيرة في الرواتب بين موظفين نزاهة وموظفين الهيئة والمباحث الإدارية، رغم أن العمل أصبح موحداً، ولكن كل جهة من هذه الجهات الرواتب فيها تختلف بفارق يتعدى 50%. ألا ترون إضافة ديوان المراقبة العامة لمنظومة هيئة مكافحة الفساد أسوة بهيئة الرقابة والتحقيق، حتى يتحقق بذلك جمع الأجهزة الرقابية في منظومة واحدة تمكنها من أداء عملها على الوجه المطلوب؟ التستر التجاري والتستر على العمالة المخالفة الذي أنهك الاقتصاد، ألا يعتبر فساداً تشرع له الهيئة عقوبة قاسية؟ وقتي بيخلص، فأنا أودي أخذها مني معك سريع أبو إبراهيم. يتم مكافحة الفاسدين بغض النظر، يعني خليني أسأل السؤال بطريقة مختلفة، هل نستطيع مكافحة أو محاكمة أو سؤال أي فاسد؟ أسأل بسؤال بطريقة ثالثة، هل مثلا الأمراء تحديدا لهم حصانة على موضوع الفساد؟ لا. من الذي يملك حق الفساد الحصانة عن الفساد؟ ما في أحد يملك الحق الحصانة عن الفساد، لا حصانة لفاسد أيا كان، توجيه واضح فيه. طيب، اسم المبلغ أنت ذكرت أنه مو بلازم أنه يذكر. موضوع التشهير، أسئلة كثيرة على لماذا لا يشهر بأسماء الفاسدين؟ هو شوف، التشهير إحنا يعني لازم نميز إنه إحنا سلطة ضبط وبعدين تحقيق، لكن الحكم ما هو بعندنا، الحكم عند القضاء. طيب أنت أفرض يعني بغض النظر على أي شيء سويناه وطلع المتهم بريء، هل من المعقول إنك تشهر فيه قبل ما يصدر فيه حكم؟ يعني تقول تشهير يعني احنا لازم عقوبة حق القضاء. احنا لازم نحسب حساب الصغيره والكبيره يا عبد الله، ما هو بنقول والله انا مسكت اليوم فلان واعترف عندي او عندي ادله ثابته عليه وراح للقضاء، القضاء عنده وجهه نظر او كانت الادعاء ضعيف او 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 وطلع براءه، ما هو معقول اني اشهر فيه. انا ما راح اشهر فيه الا بعد ما يصدر فيه حكم. هل في توجه إلى أصلاً فكرة التشهير بالفاسدين مستقبلاً؟ لأنه من أول الأحكام القضائية أحكام، في توجه، أنا أجزم لك أنه بيصير فيه تشهير وخلي العالم ترتاح. وشلون؟ بعد ما يصدر الحكم القضائي المرحلة القادمة. بالمرحلة القادمة ماذا سيحدث بالضبط؟ بيصير فيه تشهير بعد ما يصدر فيه الحكم. يعني مجرد أن يخرج الحكم سيشهر؟ طبعاً الحكم يكون نهائي. أي إذا صار الحكم نهائي بيصير فيه تشهير، والقاضي ما قال أن العقوبة تشهير، بس أطلع حكم وخلص. وبغض النظر سيكون التشهير قادم بإذن الله. طيب، هل الحكومة تملك شركات كبيرة وعملاقة؟ هل ستدخلون هذه الشركات؟ إحنا ما هم ندخل فيها، أنا عندي، إحنا داخلين فيها أوريدي، يعني ما أنا عندي ملف كبير. ما عندك في مشكلة؟ طبعا هذه ما أعرف أنا إذا تستقبلها مني ولا لا. إحنا فرزنا مجموعة من القضايا، هذه قضايا من مواطنين على قضايا فساد كثيرة، أعطينا الأكبر والأهم وكذا وجمعناها، وفي نسخة ثانية لسه ما تجهزت، هل أستطيع أن أعطيك إياها؟
إيه بالعكس، هذا يعني إحنا نأخذه بصدر رحب، بس تكون قضايا فساد. شوف لازم نميز. أنا اليوم قبل إحنا طلبناها من الناس على إيميل البرنامج، ما سوينا. ما يخالف، أنا شوف بس عشان نميز، أحيان يجيك واحد يبلغ يقول لي أنا عندي مشكلة بالقرض الفلاني ولا البنك الفلاني. لا لا لا، إحنا مشينا على معاييركم اللي هي الاختصاص بعد ما شفنا، لأنه في جهات مختصة هي اللي تمشي فيها. لكن هذه إذا قضايا تخصنا بدها بصدر رحب نأخذها ونستقبلها ونعالجها، ما في إشكالي، ونبي نعالج لك إياها من بكرة. طيب، هذا هي الملف، أتمنى أنه يعني تحظى باهتمام معاليك. ونعد يعني نبيك، وأيضا وعد أنه كل ما تجمع عندنا من قضايا خاصة القضايا الكبيرة سنرسلها. ما عندك مشكلة، حط الظرف لا تحط عليه حتى اسمك اللي تزحربني بشكلك من المكافأة. أرجع لسؤالي المهم، موضوع الشركات الكبرى العملاقة للسعودية اللي تملكها الحكومة السعودية، هل ستنظرون في قضايا الفساد فيها؟ طبعا احنا جالسين زي ما قلت لك ننظر الآن، تنظرون ننظر في قضايا فساد فيها، في موجود قضايا وتباشرونها الآن وجالسين باشر فيها، وإن شاء الله النتائج بتعلن. طيب، في موضوع له متابعة جماهيرية واسعة، موضوع الرياضة وتحديدا الفساد في الرياضة، كلام عن رشاوي، كلام عن تزوير، كلام عن اختلاس، كلام عن تبديد المال العام، وهذا الكلام ليس سرا في المجالس، أحيانا نشوفه حتى على وسائل الإعلام. وين موقعكم من هالمعادلة؟ والله شوف، أنا بالنسبة للرياضة يعني إذا جينا نتكلم على الرياضة، الرياضة لها حساسيتها، يعني أنت عارف النظام الدولي، وأنه ما حد يتدخل في اتحاد كرة القدم، ولا حد يقدر يسوي ولا حد يقدر يفعل. إحنا نتكلم كأندية، كأندية إحنا عندنا قضايا من سمو وزير الرياضة أحيلت لنا، وجالسين نتابعها ونعالجها. في قضايا أحيلت لكم من وزير الرياضة؟ نعم. وتتابعونها الآن؟ ونتابعها. تتعلق بإيش؟ تتعلق طبعا بفساد مالي. فساد مالي؟ إيه. سواء يعني نقول مصروفات غير محلها، سواء تبديد، سواء يعني على حسب. وتنظرون فيها الآن؟ صحيح. متوقع أن استغلال الميزانيات، استغلال، فاحنا يعني جالسين ننظر فيها، وابد في تعاون يعني مباشر. وقت انتهى، اختم بهذا السؤال عن فساد اللي موجود في جامعه الملك عبد العزيز في تويتر. الناس يستخدمون احيانا تويتر لتوصيل او للتعبير يعني عن الفساد. شوف، ما يخالف يعني، انا هذه قريتها حقه الملك عبد العزيز. اي، وطلعنا فيها ناس. حققتوا فيها؟ ما حققنا فيها، احنا تعرف ما راح نحقق الا لما نشوف التحقق في اشكاليه. الموضوع ما طلع فيه إشكالية، اللي عنده عكس كلامي يعطيني إياه. إحنا طلعنا ناس من الفساد وراحوا وشافوا واطلعوا على الأوراق، ما فيها أي شيء. الأشخاص كانوا متعينين على فترات زمنية معينة، الأشخاص كانوا مؤهلين، الأشخاص كانت معلن أسمائهم. وبعدين أنا يعني لازم نكون واضحين يا عبد الله، يعني قبل ما تختم، إنه مثلا أنا كانت في قضية عندي في أحد المناطق، أنه والله في كم عائلة متحكمة بالوظائف في نفس الشيء بالجامعة الفلانية. طيب الكم العائلة هذول هم أهل البلد ومتعلمين وقدموا على الوظائف واجتازوا الوظائف، هل من المعقول أني أحرمهم من وظائفهم والله على أساس أنه هم أهل البلد ومن العائلة الفلانية والعائلة الفلانية؟ هذا كلام ما هو بصحيح. إذا أنه تجاوز ونجح وخلص مقابلاته، بس أنا كيف أبغى أحكمها؟ موضوع الشفافية هو الضروري، خلي الموضوع شفاف. اللي تحدث عنه في القضية الفساد الـ 2500 أو التوظيف، أعلن وقول إن والله هذول نجحوا، هذول نسبهم الوظيفية، وهذول مجموعهم، هذولهم، وخلي واحد يقول لا أنا ما جاء، بس ما أحرم عائلة كاملة أو قبيلة كاملة. أقول والله عشان، طب هم أهل المنطقة، من يتوظف؟ أجيب واحد من برا المنطقة وأقول له لا عشان كنت من برا المنطقة أبوظفك، وأهل المنطقة نفسهم ما يتوظفوا، ما منطق هذا صراحة. بس العدالة المفروض أن الناس سواسية للعموم، سواء كان من المنطقة ولا أو من خارج المنطقة. يعني هذه العدالة تكون واضحة. وفي جامعة الملك عبد العزيز أنت ما تشوف فيه مخالفات؟ الأوراق اللي وصلتني ما فيها مخالفات، والباحثين اللي درسوها ما فيها مخالفات. اللي عنده شيء ثاني يرفع لي، وأنا أستقبل بصدر رحب وأقول والله إذا في مخالفة بنعالجها. شكرا لك، الله يطول بعمرك، تعبناك، سامحنا. شكرا لشفافيتك ووضوحك. بالعكس، نحن نتمنى ان يكون الاعلام
سلطة تساهم في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية. وأتمنى بحكم أنه أنت في قدوم جديد أن تعقد هذه الشراكة مع الإعلام بحيث أن يكون الناس والإعلام وهيئة مكافحة الفساد معا في مكافحة الفساد. تأكد أنه بنكون معاكم قلبا وقالب. شكرا لك معالي الرئيس. الله يطول عمرك. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن مازن الكهموس أنه يقول الفساد لا يسقط بالتقادم.